احنا عملنا فوتو دو جروب ولا ما عملناش؟ عايزين نعمل جروب على الواتس يا شباب لينا كلنا. حابوا نعملوا تصوير لكلنا مع المجموعة. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا. كيف ما قلت لكم مرة أخرى رحب بكم في رديف. احنا توا باش نرجعوا على الاثنين على الطريق نتاعنا ونمشوا لمنطقة الاستخراج نتاع الفوسفات اللي هي تبعد حوالي 6 7 كيلومتر على وسط المدينة. مرحبا بكم. مالي يبدا يكونوا لك مشاكل مي شغل كاين ضغوطات. مانيش نقول لك ما كاش ضغوطات مي ماشي كيما نتوما تتصوروها زعما شغل داير يا كابول لا لا يا الحكم العسكري شغل ماشي كتصور كاين تصوري انا شخصيا انه الجيش على الاقل عنده نفوذ وهيمنه على الاقل في المساله الاقتصاديه على الاقل في المساله الاقتصاديه أنا في الاقتصاد الجزائري معناه حاضر قوة في الاقتصاد. أنا أقول لك هذا أسوأ. هذا هو القوة الاقتصادية معناه. السياسة والاقتصاد ما تقدرش تفصلهم بعضا عن بعض. السياسة والاقتصاد يتمشوا كيف كيف. وإحنا يا رانا نتمشوا على سياسة الاقتصاد الليبرالي. سبيل ولينا الاشكال الحقيقي اللي تطرح في علاقه بالماء. دونك الفوسفات هذا هي تغسل في اللافوري اللي كذلك الكوبانيه عندها لبيير نتاعها لي بوي دو معناها بروبر ان معناها دي سونداج غارقين برشا. الدي بي قلت لك 570 لتر في الثانيه طن فوسفات يلزموا 5 أطنان من الماء لغسله. هذا يتغسل هنا معناها في اللافوري. اضافه لهذايا ثم دي برودوي كيميك ثم معناها مواد كيميائيه يستعملوها في الفوسفات على خاطر يخرج الطين ويخرج المسخ. دونك يحاولوا ينظفوا معناها ينحوا الطين وينحوا الرمله وينحوا التراب ويبقى الفوسفات. يقول لك انا نعانو مشكلة كذلك في علاقه ب 2008 انتفاضه الحوض المنجمي اطول انتفاضه على الاقل معناها شعبيه في تاريخ معناها المعاصر نتاع تونس 6 شهور من جانفي حتى لجوان وفت معناها باطلاق الرصاص وشاهد الشهداء وجرحى ووام. ارتكزت اساسا حول زوج معطيات المعطى الاقتصادي والمعطى الاجتماعي والمعطى البيئي للاسف وهذا من بين النقودات على الاقل نقدي انا الشخصي كانت معناها وسيله
لتحسين شروط التفاوض الاقتصادي الاجتماعي. الشركه هذه تلوث وتقتل والامراض والكونسير ولا شنو هو في المقابل لازمها تخلق مواطن الشغل لازمها ولازمها ولازمها. هذه الاشكال الحقيقي انه من المساله البيئيه في علاقه بالوعي الجمعي والوعي العام تاع الحوض المنجمي مازال ما خلتش معناها الحجم نتاعها والاهميه نتاعها. بطبيعه الحال هذايا ماهوش سهل على اعتبار معناها انه معناها ما فماش خدام ما فماش عائله في الضيف ما فيهاش شكون يخدم في الكوبانيه ولا يخدم في الكوبانيه. السؤال ديالي شنو؟ الناس اللي خدامه في المنجم واش عندها امتيازات على الساكنه ديال الواحه؟ بالنسبه للخدامه تاع الكوبانيه ما انا باش نقول لك حاجه راهي ارستقراطيه وعماليه. ارستقراطيه وعماليه انا قلت لك راهو سلم الاجور المطبق من شركه فرد قفصه هو الاعلى على المستوى الوطني. الحركه الاحتجاجيه تاع 2008 الخدامه لي زوفري معناها العمال نتاع الشركه ما كانوش معناها طرف فيها على اعتبار نشوفهم الواحه مضحيه كتحبس له الانتاج الخلاص نتاعو ينقص. دونك الحركه جت اساسا من العاطيين على العمل. انت كي قلت باللي المعطلين على العمل كيديروا احتجاج اللي يشتغلوا في يدوروا عليهم يدوروا عليهم طبعا. وهذه طب انا في رايي زعما طبيعه النظام اللي يكون قائم في النظام الاقتصادي اللي يكون قائم على استغلال الموارد الطبيعيه ويا با تشوا صديق هذا مش كاين. فيكون النظام هذا يدير شرائح تاع المجتمع تولي ضد شرائح اخرى.